صحيت الصبح لقيت شعر كتير حوالي على السرير، حطيت ايدي على راسي ما لقيتش ولا شعرة. المشكلة ان حصل لي ده في اغرب يوم في حياتي. هحكي لكم قصتي، لكن قبل ما احكي بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. فضلت ماسكة الشعر اللي كان مغرق السرير، ببص حواليا بحاول استوعب ايه اللي بيحصل ده، انا في حلم ولا دي حقيقة. قمت من سريري عشان ابص للمراية، فضلت واقفة لحظات، ما قدرتش امسك نفسي، انهارت من العياط، فضلت عيط كتير. انا خايفة ابص في المراية ما الاقيش شعري. بعدها مشيت في خطوات بسيطة جدا لحد ما بصيت في المراية، لقيتني من غير شعر، حتى حواجبي بقت خفيفة تقريبا مش موجودة. وقعت انا كمان على الارض وفضلت عيط عيط كتير قوي. اهلي كانوا برا، اهلي كلهم، اخويا وابويا وامي ومعازيم وناس، مش عارفة اعمل ايه. ايه ده؟ ده انا كام ساعة وهيكون فرحي، المفروض اهلي جايين عشان نروح الكوافير. احمد حبيبي وخطيبي، ده احنا كتبنا الكتاب، ده مفروض هيجي ياخدني بعد كام ساعة من الكوافير عشان نروح القاعة. فضلت عيط بحاول افتكر حد من صحابي اكلمه يجيلي، انا لو قعدت لوحدي اكتر من كده لهموت لهتجنن. لسه بدور على تليفوني سمعت صوت باب الشقة بيتفتح، وامي جاية بتنادي باسمي عشان تصحيني نروح الكوافير. ماما دخلت عليا الأوضة وهي بتنده اسمي وبتغني، شافتني مرمية تحت مراية الدولاب بعيط، فضلت بصالي وهي فاتحة بقها وقعت مغمى عليها، انهارت اكتر من العياط. اخويا جه حاول يوقفها، والدي جه بيبصلي والدمعة من الصدمة هتنزل من عينه. بابا عارف انه ما ينفعش ينهار او يبين ده قدامي، لقيته بكل هدوء بيقولي انتي كويسة يا حبيبتي. حسيت انه حضني من غير ما يعمل كده، قلت له انا مش عارفة في ايه، صحيت لقيت شعري كله واقع. قال لي ما تخافيش تعالي ننزل نكشف. قلت له انا مش عايزة اروح في حتة، انا عايزة اموت. قال لي استهدي بالله وقومي ننزل نروح للدكتور. ماما كانت فائت بعد ما اخويا فضل معاها ومرضتش تدخل تشوفني تاني. لبست هدومي ولبست ايس كاب اغطي براسي ونزلنا. انا مش عارفة ايه اللي بيحصل، احمد هيتصل بيا كمان ربع ساعة عشان ياخدني من الكوافير، وعمال يتصل من دلوقتي يطمن عليا نزلت ولا لسه، وانا مش برد، وعمال يبعتلي في الرسايل ويتصل باخويا وماما وبابا ومحدش بيرد عليه. بعدها وصلت عند دكتور كان صديق لوالدي، واول ما وصلنا والدكتور كشف عليا وعمل كذا فحص، قال لنا انه مش عارف ايه المرض بالظبط، بس في فيروس في جسمي غريب اول مرة يشوف حالة زيه. قال ده في نقص معين في الفيتامينات، هو ده السبب، وممكن يكون بسبب ضغط نفسي. وقال لي ان في مشكلة كبيرة عندك في الغدد. انا بسمع الكلام وحاسة اني بحلم، ليه يحصل معايا كده وليه يحصل الصبح قبل يوم فرحي؟ الدكتور كتب لي ادوية كتير وقال لي لازم تهدي وما تنفعليش اكتر من كده. الكلام سهل على اي حد مش حاسس بمشكلتي. بصيت في وش بابا حسيت انه مش عايز عيني تيجي في عينه، والدمعة محبوسة في عينيه وعلى وشك انها تنزل. فضل ساكت وطلعنا وانا منهارة من العياط. لقيته دخل محل وجاب لي شوكولاتة وايس كريم اللي بحبهم، وجاب لي نفسه ايس كريم وفتحهم واصر اني لازم اكل واحنا مروحين. فضل ياكل ويبصلي ويبتسم، عمري ما شفته بياكل ايس كريم او حلويات اصلا، بس هو عارف اني بحبهم. فضلت اكل معاه انا كمان عشان مش عايزه اكسر بنفسه. حسيت قد ايه الاب ده سند وظهر ليك، حسيت يعني ايه حب الاهل، مفيش حاجه في الدنيا تعوضه. وصلت البيت وبابا فتح الباب، فضل مصدوم مكانه. دخلت لقيت احمد واهله قاعدين في الصاله، واحمد لابس البدله ومنفعل لحد ما شافني. انصدم هو واهله، فضل باصص لي قوي وشايف وشي ما بقاش فيه حواجب او رموش، وطبعا الايس كاب مش نازل منه شعر،
وشه حمر وعينه عمالة تتأمل وشي كأنه بيتأكد إن دي فعلا أنا ولا حد تاني. بعدها لا إراديا مسحت دموعي وخلعت الدبلة من إيدي وديتها له، ودخلت أوضتي وقفلت الباب وقعدت عيط. نظرته ليا خوفتني وحسستني إني ما بقتش مرغوبة. نظرته ليا غير نظرة والدي لما شافني وكان بيحاول يطمني. نظرته ليا اختصرت مشاعره وصححت كلماته اللي كان دايما يقولها لي بدافع الكذب مش الحب. كلام الحب سهل، بس الواقع والفعل ساعة الصدمة هي اللي بتظهر مشاعرنا الحقيقية. سمعتهم بيتكلموا بره بصوت عالي، سدت وداني مش عايز اسمع اي حاجة تاني. بعدها الباب فضل يخبط وانا مش راضي افتح. لقيت ورقة معدية من تحت الباب مكتوب فيها بنحبك حتى لو بقيتي قردة، ومامتي تحتها بابا وماما. بصيت للورقة وفتحت لهم. بعدها بساعتين لقيت أحمد بيتصل عليا كتير، ما ردتش عليه. بعدها بعت لي رسالة إنه بيحبني وبإيدينا نعالجك وهتبقي أحسن، مش مشكلة الفرح نأجله. طبعا طريقة كلامه إنه مش بيحبني أصلا وعايزني أتعالج الأول، وليه نأجل الفرح؟ لو كنت بتحبني بجد كنت تقولي هتجوزك النهاردة قبل بكرة، أنت حبيبتي زي ما أنت، ولا أنت حبيت شكلي؟ هديت بعدها وعرفت قد ايه ناس كتير مخدوعة وعايشة في وهم. جايز الصدمة قوية، بس الضربة دي خلت قلبي ميت، مبقاش فارق معايا حاجة. سبت شغلي وفضلت في البيت فترة، وطبعا زي ما توقعت احمد ما بعتش رسائل تانية ولا اتصل بعدها عليا حتى يطمن حصل لي ايه او عملت ايه، زي ما يكون مصدق هرب. أصريت على بابا يرجع له كل الشبكة والفلوس لأني فعلا مش عايزة حاجة من وشه. فضلت على الحال ده سنة بتنقل للدكاترة ومحدش عارف يشخص المرض. ما كانش معانا فلوس كفاية نسافر برا، ومع الأيام بقت بربط على راسي طرحة حتى في البيت مش بخلعها حتى وأنا نايمة. اللي صبرني في الفترة دي حب أهلي اللي يخلي أي حاجة في الدنيا تهون. لمدة سنة بابا بيجيب لي الحلويات اللي بحبها كل يوم، ومصمم ان احنا ننزل سوا، لازم يفسحني ويدخلني سينما. وماما بتعمل لي كل الاكل اللي بحبه، واخويا بيجيب لي وردة وهدية كل فترة. بعدها لقيت احمد منزل صورته مع واحدة تانية في فرحه والناس بتبارك لهم. شفتها ابتسمت وحمدت ربنا، وبقيت انزل لمستشفيات كتير وبتبرع عليهم من فلوسي بعد ما لقيت شغل جديد بمرتب أعلى. بقيت أحس بمعاناة كل مريض وأقعد أفضفض معاهم ونضحك ونهزر. وبعدها تعرفت على دكتور في المستشفى، دكتور بيعالج السرطان، والعلاقة اتطورت ما بيننا. وفعلا جالي البيت هو وأهله بعد ما حدد ميعاد مع بابا، ناس محترمين جدا، كان متفهم حالتي وبالعكس ما حسسنيش إن ناقص حاجة عن أي بنت، كان بيحب روحي مش شكلي. وحددنا بعدها ميعاد الفرح بعد 5 شهور. ومع الأيام صحيت من النوم ببص في المراية وخلعت الطرحة اللي على راسي، لقيت شعري بدأ يطلع، ما بقتش مصدقة نفسي. فضلت عيط من الفرحة ما قلتش لحد خالص. بعدها بدأت حواجبي تظهر ورموشي تطلع تاني. في البيت ابتدوا يلاحظوا ده ويقولولي ما تخلعي الطرحة بقى، وفعلا خلعتها في البيت. وبقت بحس في كل شعرة بتطلع في راسي اني بحقق انجاز واني هطير من الفرحة، مع اني كنت ابتديت اتأقلم مع المرض، بس لما شعري رجع فرحت جدا. نعمة واحدة من نعم ربنا علينا، فعلا لما راحت مني حسيت بنعم ربنا اللي لا تعد ولا تحصى. راحت مني الحكمة من عنده ورجعها لي بمشيئته برضه من عنده. وبعد مرور 3 شهور شعري كان طويل وحواجبي ورموشي رجعوا، حاسة اني بقيت احلى من الاول. فضلت محافظة على الصدقات والمساعدات للمرضى، بالعكس زودتها اكتر من قبل كده، واتجوزت وبقت حياتي احسن بكتير. جايز ربنا عمل كده عشان اعرف مين بيحبني بجد ومين بيحب حاجات زايفة ممكن تروح في لحظة. برغم المعاناة اللي مريت بيها بس بحمد ربنا قوي ان خلاني عرفت مين يستهني وبيحبني بجد، ومين كان خسارة اضيع ثانية واحدة معي. وأكيد دي مش النهاية،